رغم الجهود المبذولة لم تبلغ الجباية العادية بعد المستويات المتوقعة من الإيرادات، أمر ما يزال يؤثر على توازنات المالية وبعث مشاريع التنمية في ظل سوء توزيع الأعباء الجبائية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. من المعقول أنه يكون عندك متعامل اقتصادي مخلص، يعني يسدد الضرائب تاعه ويسدد الضرائب اللي عندها علاقة أو تسديد الشارج فيسكال تاع العمال، وعندك مو نفس المتعامل الاقتصادي آخر يمشي يعني يدير منافسة غير عادلة بلا تسديد للضرائب، هذا يخلق منافسة غير عادلة. الأولية القصوى اليوم هي إيجاد حلول لهذه السوق الموازية، إيجاد حلول لاختطاف هذه الكتلة المالية الضخمة في السوق الموازية. تكييف المنظومة الجبائية مع المتطلبات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية تقتضي إصلاحا جديدا للسياسة الجبائية في البلاد حسب مقترحات الخبراء. هناك عدة إصلاحات ربما على النسب في الجزائر، على عدد الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الإيكولوجية، ثم في الاتجاه العالمي هو الاتجاه نحو النسبة الوحيدة. النسبة الوحيدة عديد بلدان الإفريقية مثلا مصر، جزر موريس، كندا، الولايات المتحدة فيها ما يسمى النسب الموحدة، لأن الفرد تسهل من ناحية البيروقراطية أنه يخلط ضريبة موحدة على كل مداخله وأرباحه وانتهى، تساهم في تحسين توقعات الدولة من جهة من ناحية الإيرادات، وكذلك تسهل في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات. بناء نظام جبائي يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة القائمة على ترقية المؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي بات ضروريا لضمان فعالية الوظيفة الضريبية.